أصحى. Monsieur Abdel Fattah al-Sissi, صاحب président de la République الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي Excellences, mesdames, رئيس جمهورية gouvernement. سادة رؤسائي الحكومات، السادة الحضور، المؤتمر القمة السابق قد اجتمع منذ ثلاثة أعوام مضت، بيد أن الجائحة قد حالت دون اجتماعنا في هذه الفترة. واليوم نجتمع بسرور بالغ في هذه المدينة الجميلة الجديدة في مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئه على عمله، وهذا يوضح أنك تبني الدولة سيدي الرئيس، ويسعدنا الحضور إلى هنا للمشاركة في مؤتمر قمة الكوميسا. وإنه يشرفني أن أعلن هنا بداية مؤتمر القمة 21 لمؤتمر الكوميسا، وأعلن افتتاحه. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. أصحاب الفخامة، يشرفني ويسعدني أن أدعو مرة أخرى فخامة الرئيس أندري راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، كي يقدم كلمته ويقترح تشكيل هيئة المكتب الجديد. تفضل فخامة الرئيس. بصفتي رئيسا لمؤتمر الكوميسا، يسعدني أن أعلن عليكم الاقتراح التشكيل الخاص بالمؤتمر. الرئيس جمهورية مصر العربية، نائبا للرئيس جمهورية ليبيا، وجمهورية مدغشقر كمقرر عام.